إخوتي أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة. وأيتما دستما بركات غنوة اللون. هذا الموضوع أنا غادي نحاول يكون قصير، لأن عندي خدمة في الدار لتحت وغيديروا صداع من دابا واحد الهنيهة من الزمن. إذا موضوع الساعة وهو محمد السادس وداعا، جود باي ام 6. إذن نهاية السلالة العلوية بين قوسين أو أدنى، أو قاب قوسين أو أدنى، واقتربت الساعة وهم في غفلة وما كيعرفوش بلي راه دائما اللي كيطيح ودائما اللي كيتشتت ودائما اللي كيمشي للفناء واللي كيمشي للدمار ما كيعرفش راسو بلي غادي للدمار. علاش؟ حيت ما بغاش يعرف راسو يمشي للدمار، لان ماشي موضوعي ماشي عقلاني، وكاع اللي ما كيعرفش الرجل دار. كاع الحضارات، كاع الحضارات والامبراطوريات، الامبراطوريات سواء اللي كانت بقوه وبالسلاح وبالاموال كطيح، وعاد الامبراطوريات الماليه بحال تاع الناس اللي عندهم المال اللي بناو شي حاجه بالمال، تيني كيطيحوا. علاش؟ في الوقت اللي كيلتحقوا بهم ابناء الفقر والفقراء، ابناء الفقر. وغادي نعاودها لكم، لان الفقر هو احد الاسباب ديال التخلف. القاره الافريقيه واللاتينيه متخلفه لان كثره الفقر. واخا كدير واحد البنيه تحتيه ما كافياش، واخا كيكون واحد العقلاء ونزهاء وموضوعيين وحسن التدبير، ما يمكنش واحد شبعان واكل وكيفكر ومدبر غيجر 100 ما واكلين شيء. ما واكلينش. انت صحيح وكتمشى تقدر تجري واحد عرج، واحد عمى، واحد عنده رجل وحده، واحد تك تك النحله، ما يمكنش. حتى انت غادي تعيا وغتخلف. إذن هذه السلالة العلوية اللي بداو الملوك ديالها غير بالأمس القريب، والعمر ديالي أنايا عفوا أكبر وأطول حتى كذلك من ناحية نتاع لونجي نتاع لونجا في الزمان والمكان، أكثر من الملكية العلوية. أنا أكبر من العلويين في الزمان في العمر، كبر منهم، وغيموتوا العلويين وانا اللي غادي ندفنهم وغنبقى من موراهم. اذا هذه مساله خصكم تكونوا مدخلينها في الدماغ ديالكم بحال واحد زائد جوج، واحد زائد واحد كتساوي جوج، ما فيهاش الله اعلم ولا بغى الله ولا ان شاء الله، ما كاين شيء. هذه مساله علميه، حنا في العلوم السياسيه المساله علميه. إذن هذه السلالة العلوية اللي بدات من 1956، ولكن حتى 58 عادة تبدا، ما قدتش دير واحد الركائز، واحد البنية سياسية اقتصادية مالية تجارية، العدالة، التعليم، الصحة، الشفافية، و يعطى لكل ذي حق حقه. الفقير ما كيدخلوش الناس واحد المنظومه يتخذ فيها القرار بحكم هاد العلويين. قلت لكم غادي يساليو، وفي التحليل ديالي ما تلقاو حتى في شي تحليل، لا عند ماركس لا عند تايزن ولا عند لوفيستروس ولا لوفيس شي حاجه، ما كاين شيء. هذا تحليل المدرسة الواقعية. إذن الفقراء هم الذين الحمد لله حيت كثر في المغرب، هم الذين يساعدون في الدمار والفناء والزوال نتاع هذا سميتو. إذن ما معنى الفقر؟ الفقر وهو الحاجة، لا نيسيسيتي، اللي قالوا السبليون هم بري نسيسيتا لا كوميرا، نو انا نسيسيتا مخير، انا شبعان، انا انت اللي مجيعان، البوفري. اذا هو الانسان في الحاجه، لاش المال، ماشي المال نتاع بصح،
غير باش ياكل وباش يشرب وباش يدير الشقه وعاد يدير السياره وعاد يتزوج. المسائل هي طبيعيه كي خصها تكون عند الانسان. هذا الانسان هذا كنقولوا فقير حيت في حاجه ليها. والخيبه على الفقر حيت الفقر انت عفوا الفقر ذكر هنايا والذكر هو اللي كيحمل في الطيات ديالو وفي الاحشاء ديالو كيولد كينجب كيعطي كتنتج عنه شي حاجه. اشنو هي؟ من الفقر المادي كينتج عنده تيخرج عليه بحال واحد البكتيريا كيخرج منها الدود. شتيها البارازيت الوسخ كيخرج منه شي حاجه. اش كيخرج منه؟ الفقر المعنوي. الانسان الفقير ما تيمكنليهش يفكر حيت فقير راه ما كيغني الراس حتى كتشبع الكرش. ملي كتشبع الكرش كتقول الراس غني، وملي كيغني الراس كتكون واحد الطمانينه واحد الرحمه وما تيكونش فيه ستريس وهذا كيبدا التفكير. الفقير ما يمكنليش يغني حيت ما شبعانش شيء. وهذا الفقر المادي المعنوي كيورد الفقر الفكري. واحد زائد واحد كيكثروا الناس الفقراء في البلاد. هاد العلويين هاد محمد السادس وخوته وخواتاته هما في الطيات ديالهم وفي الداخل ديالهم حاملين شنو؟ الفقر. حيت العلويين ما عمرهم كانوا اغنياء. شتوها؟ واخا كدسوا الاموال حيت التكديس ديال الاموال وجمع الاموال وكنز الاموال هي العلامه والحجه الدامغه على ان ذاك الانسان فقير. راه ما عمر شي واحد كتشوفو كيجمع في الارض وكيحيي وديما محني غير الفقير. وهاد الفقير اللي هو محمد السادس ملك فقير حكيم ظليم جائر. علاش ظليم؟ حيت خصو يدي غير هو غير هو غير هو غير هو غير هو حتى واحد ما يدي. وهذوك الاعوان ديالو هم يقصيو المجتمع من الشيم نتاع الانسان الغني وهي الحنان والحنيه والرحمه لا كومباسيون الايثار. كيعطي واخا محتاج لواحد الحاجه كيعطيها لواحد الاخر تيفرغ كيفرح الاخر. هو سعيد وكيبغي يشوف الناس كاع سعداء ضحك بغى كاع الناس يضحكوا. شتي هادي ماشي نتاع كيقول المحسن. لماذا هو محسن؟ انه يحسن الى الناس حيت عنده الخير الماده وديك الماده ولات ماده معنويه فكر وداك الفكر كيفيض وفاض الخير. قال لك جود الرجال وجودهم من الايدي ولا كانوا. هذا كيهضر على الملك على الملك ما كيعطيش. ملي كيعطي الملك وهذا هو الخطا اللي غيترتب على الفقر نتاع محمد السادس والسلاله العلويه اللي غير بداو ثلاثه الملوك. راه ماشي 700 مليون غير ثلاثه راه انا كبر منهم. ماشي جمال وثقافة ولياقة وشهامة ومواقف وجنن وكل شيء. راه ما تقدمي محمد الخامس وما تقدمي الحسن الثاني. دابا كلها غتبقى. قال لك جود الرجال من الايدي ولا ها ولا كان ولا الجود. الجود ماشي الجواد الحصان لا الجواد الذي يجود. ها هاد الملوك بالثلاثة وهذا غيدير لا سانتيز ديالهم حتى زونتيتاج الى سانتيز. رجعوا المقدمة ولا المؤخرة ديال سميتو نتاع ابن خلدون. كيجي واحد كيخرمجها مزيان واحد تكرفس عليها وقفوا الفرنسيين وما تشوفها المغاربة. واحد تبتع فيها وعطى الاوروبيين وكم شتو الصحافة سان كلير كتجي زوينة. وجا الواحد غيطمش دين ما تطميسا غيفرتها وغيدمرها وتروح نتاع ابن خلدون
ما قدرش شي مفكر في مشارق الارض ولا مغاربها يضربها في زيرو. هذه اللي كتسمى الاطروحه ديال بصح، هذه الاطروحه نتاع بصح. ما عندوش دكتوره وما عندوش الباشلر، والاطروحه ديال بصح. شحال نتاع الدكاتره نتاع الفلاسفه نتاع المفكرين والمؤرخين غيجيو وغيعتمدوا عليها في العلوم السياسيه والانثروبولوجيا والسوسيولوجيا، وباش يوقفوا الدول ويطيحوا دول واحد الاخرين. شتوها؟ كاين واحد الاطروحه دات في السبعينات من القرن الماضي نتاع واحد المصري اللي اسمه سمير امين في الاقتصاد، كتبت الى يومنا هذا ما قدرش شي واحد يردها انتازو ويدير على لونتيتازو ويدير لا سانتيز ديالها. سمير امين ولد مصر اللي حكم عليه الخونه نتاع الحكام العرب والطريق يعيدوا نفسه، جمال عبد الناصر بالاعدام. صاحب الاطروحه نتاع في الاقتصاد نتاع سونتر بيريفيريك، سونتر بيريفيريك راكم شفتوا السونتر هي امريكان والبيريفيريك هو بقى دائما فالابل. هادو الناس اللي كيقراو وتيفكروا كيف كيدير كيعصو عاد كيحط واحد السطر ويستر ويستر ويستر، ما بغاش البشر والمصر والدكتوره باش باشاش باش ياكل خبيزه ودويزه. والحمد لله تلاقينا معاه حتى هويا وحضرنا ليه المحاضرات ديالو، وفي الاخر غادي يقري في يقري في السنغال. شتو السنغال بدات كتحرك الناس اللي قراو عنده، شتي الفكر كيبقى حي. نتوما اللي قريتو عنده. اذا الخطأ تاع محمد السادس اللي هو فقير ماديا ومعنويا، راه يعتبر معنويا ما يقدرش يقول جمله مفيده ونتحداه، اذا قالها هي انا مشوه العكاري. غادي يدخل اش قال الشاعر؟ قال لك جوعان ياكل زادي ويمسكوني لكي يقال ها باش يبقى في الحكم ديالو. هو راه جيعان والفقر كيعطي كتسمع غير البلاد تاع 7 المريار 10 المريار الفقراء. شتي وهبي غير فقير با كنت عنده حانوت كيبيع دانون. شحال تاع دانون كاس ديال دانون غتبيع باش دير 1000 درهم اون طونك روشيت كوشوف في لاكاس ديالك، اما الربح راه ما كاينش ثمانيه. هاد وهبي هذا شتوه ولا غني هذاك اللي عطاه الملك الفلوس بالكيران، باه تيباع غير تشوب كاع ما عندو الميترو باش يعبر لك تشوب، تسلف في الميترو عند واحد الشلح فهمتيني، عند شي شلوح تمايا شي شواسه امرهان، هو يقبض داك الميترو. شتي شتي الشلح ديما عندو الماتيريال وغادي يحطو على الطاوله ديالو، وكاين واحد الكونتوار وغيبدا من هنا حتى لهنا وغيدير بواحد القلم الرصاص هب هب القلم الرصاص نتاع الشلح هذا بوت بن كيران، غادي العلامه هذا هو الميترو باش ما كيعبر سميتو كيعبروا على هذاك جمل الفخر. راه حنا كنقول لكم هنا الانثروبولوجيا السوسيولوجيا والاقتصاد السياسي شنو لما ماشي في الجامعات اللي عشتو. حنا راه مدرسه، اذا ابوني ابوني واشتركوا في القناه باش نسبكم ونشتمكم. إذن بن كيران غادي يعطيه، شتو ملي دخل مع الملك للغرفة وشحال هو ما كيلبسش السروال بن كيران، كيدير بحال محمد الخامس تيلبس غير الفرجي والجلابة وداكشي باش كيدير الفلوس في القب. عطاه الفلوس حتى هويا ولا غني ها، وجاب واحد خينا كاع ما كنعرفو الأصل ديالو يحموشي حتى هو عطاه وما عطاش ها الاخشيلي الملك، ما عطاش الشاعر، ما عطاش واحد المهمه حيت الشاعر هو المثقف، ما عطاش شي مهمه حيت الشاعر راه كان مثقف وكان رجل السيف كيركب على الفرس وكيمشي كيدير الحروب، ما عطاش. خصو يجيب في جنبه باش يلمع عليه الصوره ديالو، سمعتوا الجمهوريين ما بغاش يلمع الصوره ديال الملك ويوقف في القصر، لا بغى يكون ولي في شي بلاصه. قال له جودو ها الرجال من الايدي ولا ها ولا كذا ولا الجودو، ولكن كي اش قال
كيعطي العطاء. جوعان ياكل زادي ويمسكوني لكي يقال عظيم القدر. هادو هما الملوك. النخاب ما خصهمش يبقاو. جاب شبه الرجال ولاد الفقر بحال الحموشي حتى ولا غني وشنو بوليسي. اذا ملي كيجي ولد الفقر اللي تغنى حيت محمد الخامس من جا ما كان عنده والو راه ملي داوه لهيها وداوه لفرنسا كانوا غير كيعلموه كيفاش ياكل وكيفاش يجلس وكيفاش يقرا في الورقه وكيفاش يلبس الصباط وداكشي غير باش يهيئوه. الحسن الثاني ما كيعرفش يلبس واخا لبسوه النصارى فالي هود نتاع فرنسا كانوا كيلبسوه وراكم شتو كيتلعب. طاح في الدروج ولد الفقر راكم شتو العلامه اللي عنده هنا في النيف ديالو هذيك العلامات نتاع ولاد الفقراء كاع عندهم شي ضربه في شي بلاصه بحال ولاد الجبل كلهم عندهم فرقه هنايا مالهم كي يضربهم الحمار كيبغيو يسرعوا في الطريق والحمار قدامهم كينغزو الحمار الحمار كيقول تط كيضرب ديالهم وكيخلي فيها علامه هو ضرباتو عقلتو بها مزيان. ايوا هاد الحسن محمد السادس اللي هو فقير واللي كان فقير دائما تيبقى فقير في اللي بيدو بيدو وفي ليغو ديالو في العمق بتاع العمق بتاع العمق بتاع الدماغ ديالو وما تقدرش تمحي داك الشيء عاوي مشي قوم لا 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 في الانتيريور نتاع الانتيريور نتاع الديزاينر اللي دارو الديزاينر لو غرون ديزاينر لو غرون اركيتكت بقى عنده الفقر عليه كي دار ليه دار ليه دار ليه ما خلى في ما دار ما عمرو ما غيشبع كيرقد في البريه ما عمرو ما غيشبع حيت الفقر وغي خير مزال غيدور به الفقراء شتو بها شتوها واش دور به الفقراء ولا لا ها شتوهم الحموشي راه فقير الا كتعرفوا جدو ولا جد جدو كان غني ايوا وريوها ليا وشتو الاخوان المسلمين حكموا 10 سنين ولاو دي ملياردير ما كانوش كيلبسوا الصباط كانوا كيلبسوا غير الصنداله شتوهم ولا ما شتوهمش اي وداروا جريمه ديال القتل راه ضحاو ولاد الفقراء كيضحيو باش تكون عندهم بلاصه في الشمس باش يتحرقوا ان شاء الله ضحاو هزوا حجره ضربوا بها تروطوار ضربوا بها واحد اليساري وقتلوه ما مشوش على الحبس حيت الملك ماشي ملك فقير الملك تيرتكز على العدل اللي هو اساس ها الملك يفتقر الى الحكمه الى العداله والى الاجتماعيه واعطاء لكل ذي حق حقه ومات السيد راه ما ماتش راه باقي تما كيدور عليهم شنو الروح ديالو معلوم ما كتعاملوش ليها هانتوما غتشوفوها ملي غتخلصوا الثمن ديالو هذيك الجريمه راه ما مشاتش راه ما كاينش تقادم وكلهم غيديروا جريمه وشاركوا فيها بلا الدراري ديالهم اللي سيفتو شحال من الدراري ديالهم مشاو للسجون وشحال الناس تخطفوا وشتو الفقراء وحدين اخرين والاخرين والاخرين احزاب اخرين وباش تعرفوهم كلهم في البرلمان وكلهم في الحكومه الفقراء كيديروا السياسه وفي نفس الوقت بزناسه اين مجتمع سياسي بزناس حيت بقى الفقر داكشي اللي كيديروا في راس الدرب اروح للبريطه عطيني واحد البريطة لا راه مدرحة هذيك عطيني دوبل زيرو دوبل زيرو وزيد شويه نتاع الفلوس راه قالت لي جدة زيد طحين زيد الماء ولاد الفقر بزنسها راه في البرلمان وكيتصنت شحال من بارتيات تبعت في الدار البيضاء شفتوهم هادو كاع الفقراء ومنين كيدورو بك الفقراء واخا كيوليو اثرياء الصرح كيهبط وداك الصرح باقي كاع ما تبنى هاد الدولة هاد الملكية باقا ما تبناتش والرجال والعقلاء والحكماء والفلاسفة هما اللي كيبنيو البلاد ماشي الفقراء الفقراء الناس كيعطفوا عليهم وكيحنوا عليهم وكيعطيوهم فهمتيني أنقذه ربما كان شاعرا غير باش يثور واحد النهار حنا ما كنتسناو والو من الفقير
شتي هما اللي غيهبطوا الملكيه تانك شكوت، حيت كثير الفقراء شتوهم. ايوا من هاد الفقراء هادو غيتولدوا فقراء اخرين، شكون اللي غيخلقهم؟ هاد الحموشي هذا. عقلتوا على نظريه نتاع نظريه الفيض نتاع الفارابي اللي عقل عليها يفكر فيها مزيان، غيفيض على هاد العقل اللي خوي نتاع محمد السادس فقراء اخرين اللي غيدوروا به بحال الهمه. شو غير الهمه؟ هو اسمه الحمه واسم راشو الهمه. شتي الفقر في الاسماء ديالهم، في لي زوريجين ديالهم، في لي سونس دو ليكزيستونس ديال الاسر ديالهم، في لي غاسين دو لا غاسين دو موليير ودو مونتيسكيو. ناس فقراء وغيدي يدخلوا للقصر. واش الفقير اللي دخل القصر كتعتقدوا غيخلي المفكرين والفلاسفه والجنرالات ولي تيوريسيان ديال لاكير ولي استراتيج يدخلوا للقصر؟ لا. واش عمركم شفتوا الحمام؟ واش عمركم شفتوا الحمام مع الفقراء؟ ملي كتدخلوا الحمام وفيه الفقراء، ملي كتدخل الحمام اتعرفوا الفقير من الغني. اللي شبعان الماء وعندو الدوش في دارو كيهز الواحد النص ديالو المشخون وكيمشي للبزبوج كيدير الماء بارد وكيحك حيت هو غير يحك وتيتسك سك سك كيحتارم الماء. الفقير واحد مدور به 17 سطل، فقير واحد كيدير اجماع. واحد العام دخلت مع العيالات، جوج العيالات داروا اجماع. لا عرفتهم فقراء، وحده عندها واحد البزوله كتهزها كتنوحها دات لها سطل ديال الماء، الاخرى سطل ديال الماء، شعارها ثلاثه ديال السطولات ديال الماء. فقراء كيديروا اجماع. عليها الفقراء الناس كيديروهم في المجتمعات المتطوره المتحضره، كيديروهم في البيريفيريك على برا ديال المدينه. في ضواحي المدينه هناك قريه من الفقراء تعيش هناك، اياك ان تذهب ليلا. هادشي قرينا احنا في التلاوه، لا هذه ما كاينش غير انا اللي قلتها لكم، غادي تقريوها لاولادكم. هاد الفقراء اللي هو الفكر نتاع محمد السادس اللي هو فكر فقير وبدور به الفقراء اللي هما قراو بفلوسنا وما غيستافدوش حيت غير فقراء تيقراو بفلوسنا. والحسن الثاني كينصحهم تيقول لهم محمد السادس راه خوكم هذا. انا راه ولد عكري وكنعرف اش واقع، انتم غير ولاد الجوع والنوع الفقراء وجدتوا من الجبال والكهوف، وتيقول لهم راه خوكم هذا صافي نسوا الفقر ديالكم. اجا حسن وريد قلت حدا خوك، قلت ليه قلت حدا شد لي في يديه، راه ما بقيتش في الفقر اكتب في القصر. اتونسيون كان ولد عكري مفترس، انتم غادي تتحدوا وديروا لي زاليانس ضد الفقير وخصكم تملكوا. اذا قراو باش تملكوا. وما عرفوش بلي الحسن الثاني غير واحد الكاشول وغيطلعوا وغادي يملكوا، غادي يملكوا. استفدتوا شي حاجه من هاد الناس اللي قراو مع الملك ومع خواتات الملك وخوت الملك؟ ما استفدتوا منهم. فين هما يا كيجمعوا الفلوس حيت فقراء، وهادو هما اللي غيخلقوا اللي طاكي عليهم المجيدي الهمه هذاك، وهادو هما اللي غيخلقوا طوجني واحد الفقير فقير وفيه البارطيه. نعم فيه البارطيه، كان عنده الجم ديالو في ملاقا، الجم ديالو قالو مات سي با سي با العلم لله. اها كيفاش مات؟ و المهداوي والعدراوي وتحفه هادو كيتسموا الملكيين، هادو هما الملكيين. شكون اللي خلقهم؟ شتو التتبع؟ وهاد الفقراء هادو الملكيين حتى هما غيبغيو ولكن ما غيقدوش حيت غير فقراء، مشاو للمدرسة ومن بعد تيبقاو فقراء. راكم شفتوهم وما غيقدوهمش، والنظام عاوتاني غادي يفكر راسو، سيفكر في ذاته فا بونسي ها ليسبري ديالو، يدير واحد لوطو موبيل كريتيك يقول واتس جوين اون ويد مي هاو كان اي سيرفايف ها. وكاين الذئاب جايين. اه الملكيين لا، خصني ندير فيها ذكر وانثى، ندير فيها التناقض
حيت العالم كيمشي بالتناقض، جوج البيدالات هما اللي كيدوروا الباشكلات. عقلتوا عليها هذيك لا تيوري نتاع البشكليطه بيدالة، وغيخلقوا الجمهوريين البيدالات، وكاين البيدالة نتاع الملكيين. شتو تحفه ملي كيتحرك بحال دوك البنوتات اللي مساكن في الدخله نتاع السويقه في الرباط. اذن هنا غيتخلقوا الجمهوريين. منين جاو؟ فقراء. شتوهم كلهم كيسعوا نسعوا الله السلامه، وغيتخلقوا فقراء وحدين اخرين ما قبلهم حد، حيت هما اصلا فقراء ما قبلهم حد. هما اللي غيبيعوا ريوسهم، شي غيبيع راسو للجزائر، شي الامارات، شي لفرنسا، وكاين يبغي يبيع راسو. دابا راه شي وحدين بغاو يبيعوا راسو في امريكا اللاتينيه، الفقراء بغي. واش غيشريوهم؟ ما نعرفش. على اي هذا موضوع واحد اخر غادي نخليه، حيت عندنا ليه واحد الحلقه. اذن هاد الفقراء هادو هما اللي كيعتمد عليهم النظام، هادو كيلمعوا الصوره ديالو، وهادو كيقولوا لا ديك الصوره غير لامعه، لا ساطعه، انها مطفيه، انها مضيئه، انها مظلمه، الملك غني، الملك فريق، لا الملك عادل، لا الملك خائن، الملك رجل. ودول اللي كيخرجوا وحدين اخرين، جيل جديد نتاع الملكيين، تيقول لك اوه واش شتي سيدنا الحسن الثالث كيفاش كيتمشى، وشتو هذا الرجل هذا كيدير، وشحال زوين هادي، شحال زوين. شكون اللي قالها؟ قالها هذاك الفقير اللي تزاد في الحفره. فاش سميتو هذاك التحدي اللي في كندا، في كندا بغاو يخلقوا منو غني بالزربه. في قرب 9 سنين بغاو يخلقوا منو غني. حنا كنعرفوها السي هشام، لي زوريجين دو لا ريشيس، كنعرفوا الاصل نتاع الغنى. ضحك عليهم وعندك واحد النهار طلع الشمس وتلقى راسك ضحكه. اذن هاد الفقراء هادو مع هادو، وهنا كيدوخ الشعب. دابا بالله عليكم دخ الشعب ولا نعس الشعب؟ واش الملكية غتستمر؟ واش كاين شي حضارة ولا شي إمبراطورية اعتمدت على هاد النمط؟ راه ما عمرها كانت في التاريخ نتاع الإنسانية هاد المنوال هذا. كانوا الناس ديال المخابرات، وكانوا الجواسيس، كانوا الجواسيس وكانوا ناس المخابرات. هادو فقراء ماديا، معنويا، ثقافيا، حضاريا، حتى جنسيا. المراه ما شبعوهاش، حتى اللي عنده المراه هربت ليه المراه، وحتى اللي مشى يخطب لغد اللي قالت ليه اسمح لي، لا بعدي ما ندير بك انت ماشي راجل. واش هادو كتنعش بهم الشعب؟ اذا هنا النظام كيتاكل من الداخل، كيساري وكيفنا من الداخل. خصو يفكر راسو براسو كيف ما يقدرش حيت دخل في ديك النظريه اللي هي واقعيه نتاع ديال ابن خلدون. مشى الملك بعيد من الشعب، ما يمكنليش مازال يرجع. ما بقاش الشعب ما كاينش بالمفهوم ديال الشعب، ما كاينش. رحل هذيك القبيله ورحل ديك القبيله ورحل ديك القبيله ورحل ديك القبيله. واش يمكن لهذا الجمهوري يدير شي حاجه لدوك الناس اللي رحلوا؟ ما يقدرش. يقدر يقول لهم انا هو المدير وانا المفكر، اجي انا غادي نرد لكم حقكم، وانا غادي نبني دوله من مور محمد السادس راه ساقط. ما يقدرش. واحد سكيري، واحد طيح في السطوره نتاع الكوكايين، واحد ديما عض في كارو، كلهم جايبين معاهم مشاكل. علاش؟ حيت تزادوا فقراء بلا ما كيعيقوا. فقراء حيت كاين لا بسيكولوجي ديال الفقر، ماشي الفلوس، ما كينطوش. راه الفقر المعرفي والوعي السياسي هو اللي ادى بالحسن الثاني في 38 سنه ما قدرش يدير دوله.
سبع سنين الاولى، الثانيه، الثالثه خصها تكون الدوله، 21 سنه خصها تكون الدوله، سبعه عجاف وسبعه تبعهم فيه يعصرون ويخمرون، وسبع سنين الاخرى قطعت الثمار ديالها في نفس الجيل. هذاك الجيل دخل المدرسه ستك ستك ستك، كيخرجوا من المدرسه كيخرجوا ناس كيفكروا، اش كيفكروا؟ كيفكروا المجتمع. ملي كتفكر المجتمع كتفكر معاك الدوله. الحسن تيني بغي يدير الدوله بلي يبني المجتمع، وغير يطيح في الخيانه العظمى. اكبر مدرسه عرفتها الانسانيه في افريقيا والعالم العربي، وما عمرها ما تكون في شي دوله عربيه اسلاميه، اللي هي متاع هرب امه غادي يهبطها. هذا كيجي من الفقر الفكري السياسي، حيت ماشي رجل دوله باش يشوف المستقبل. ما قالش راه كاين المنطقه فيها حزازات ومشاكل وتقلبات وغيجيو تغيرات وغدا وغيخسر العسكر وما نلقاوهم شيء. الناس المؤطرين تاع العسكر، الاطر العليا والمتوسطه، هذا هما العسكر مختلف. الى درجه الفقر نتاع الحسن الثاني غير عدي بيه، ماشي غير تمشي لمدرسه سميتها هرمومو، غيحيدوا يبدلوا الاسم، غيغيروا التاريخ ديال المنطقه، الهويه غتمشي. هذا كل شيء نتج على الفقر الفكري. شو حيت جا فقير، جا فقير وغيورت الابن ديالو الفقر الفكري والمادي والسيكولوجي من عند هذاك اللي رباه، وغيدوروا بهم غير الفقراء، والفقراء غيخدموهم باش يوقفوا بهم الدولة. إذن هاد الدولة غادا طيح، دابا فهموها وعرفوها. راه ملي كتشوف عندك 30 تاع 30 تاع الناس و40 و50 و100 الناس من غاس غيمشيو للسجون، راه إذا ديتهم السجون راه أنا ما راضيش على هذاك الشيء. خص البلاط، الناس في البلاط يمشيو للسجون. نعم، فين كنتو حتى وصلنا لهاد الوضعيه هذه؟ فين كنتو حتى مات ولاد الشعب؟ فين كنتو حتى هاد الشيء دخل للمدارس؟ فين كنتو حتى راه هنا كاينه جريمه ضد الشعب كتسمى جريمه ديال الدوله. راه كاين شباب ما بقاش زيزي والو، ما بقاش. علاش؟ حيت كثر قوي وبداوها صغار ولا 16 عام ولا الطبقه المتوسطه، راه بداو تيقتلوا فيها في ولد الاستاذ ولد القاضي ولد الكوميسير ولد القايد ولد الاساتذه الجامعيين ولد العميل ولد الوالي ولد الباشا بارطيا، حيت غير هما اللي خصهم يورثوا السلطه، الاخرين كيمشيو ودوك الدري غيطيحوا والو وطاحوا في السطوره، وهذوك هما اللي غيبيعوا داكشي اللي سرقوا بباواتهم، غيموتوا بباواتهم. عندهم عام ونهار غيبيعوا ثلاثة أربعة الفيلات كيديروا 10 المليار. عام 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 ديال الزمان، عام ديال الزمان الفيلا غتمشي 10 المليار غتمشي، سي أبسوليمون غيان. 10 المليار تاع السنتيم المغربي راه والو، في عام غتمشي. وشفناها شفناها شفناها، الناس كانوا عندهم فلوس تاع بصح في السبعينات، مليار مشات في 6 شهور ولا في 7 شهور، مليار في السبعينات، بمعنى بحال قلتي 25 مليار اليوم. الفناء كاين علاش؟ حيت كل ما بني على باطل فهو باطل، ولاد الفقر كيرجعوا للفقر. إذا ملي شافوا راسهم وداك الصرح اللي بغاو يحميوه هذا ملكي هذا جمهوري، صار با مارشي. إذا منين داروا خلقوا الجمهوري، راه هما اللي خلقوه باش يدير واحد ليكيليبر، حيت الا كانوا غير الملكيين كيديروا لا بروباغوند كتقول من بعد اش دخلني انايا، الملك راه مزيان ومن بعد ولا مزيان، انا غادي الخدمه ديالي، انا كنشرب النصنص ديالي. كيدخلوا راه ما يمكنش يطلع بوكسور بوحده وتيبوكسي في الريك هوب هوب لا، خص يكون واحد اخر شتيه وكيمشي. هذا غادي مع الولاد، هذا غادي مع الرجاء،
والناس الوداد نتاع الرجاء راه ضاربين العاقه مزيان ملاير مع راهينا ما نسبوا في الوداد وفي الرجاء وفي البيضاوه عقلتي ما كنتشتم فيهم حتى واحد نهار واحد خير واحد الضربه واحد الحي ولد الولفه قال لي على ديك ولاد الرجاء راه ولاد الشعب وداك الشيء عاد ما بقيتش كنديرها فهمتيني ولكن سبيتهم مزيان وعندي الحق ها هي بنت الناس موراهم مش كيضربوا شتاك 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 الملاير مرة تعطاها خاتم تاع مليار شتي علاش خسرتو فا علاش خسرتو لا كوب تاع افريقيا حيت ولاد الميغرانت اللي جاو قالوا حنا كنجيو كنهزو بكرة القدم في المغرب والناس اللي مسؤولين على كرة القدم في المغرب كيضربوا فا وتيجلسوا في الفيلا وشي مصور شي ما عندهمش قيم اخلاقيه اذن وقتاش طاحت الكرامه نتاع كره القدم في المغرب وما بقاش الكره نتاع قوي الجسد ما بقاش الكره هي القيم الاخلاقيه والتهذيب نتاع النفوس لا ولات من موراها ناس كيبيعوا الزطله وتغبرت شكون هاد الناس هادو الفقراء اذن كاع الفقراء كيساهموا باش يهبط هاد الصرح هذا اذن علاش النظام غيخلق الملكيين وغيخلق سميتها ما عمر ما كانت في التاريخ كانت في التاريخ دابا ولات علاش حيت كاينه هاد البارطيه اللي هي التليفون اوكي مزيان ملي غيخلقهم في الصراع باش يسد على الاحرار ديال بصح على المعارضين ديال بصح شتي علاش دارهم كيجيو كياخذوا الدور ديال هاد الفقراء ولا الجوع والنوع ولا الفقر المحدق واللي ما غيخرجوش منه يعيشوا في امريكان في استراليا في الشين واخا يدخلوا الجنه المسار ديالهم غيخرجوا منها ادم راه خرج من الفقر اللي هي الارض التربه وعاش في الجنه وغيطلح منها اهبطوا الارض وهاد الفقراء هادو اللي هما الجمهوريين داروا تخلقوا ك واحد النوع ديال السرطان في الجسد ديال الاحرار عليها انايا ملي طلعت اول مره قلت انا ماشي جمهوري ماشي ملكي ودائما نقول لكم راه هاد الجمهوريين هادو راه اشد خطاره وقساوه وعداوه من الملكيين لان الملك اش تيقول لك الملك زوين الناس كيعرفوا ولكن ملي كيجي واحد تيقول لك انا غندافع عليك وانا ضد الملك وهو اللي كيدرحك تيني هذه هي التقليبه تيني اذا الدور ديال هاد الجمهوريين وهو ينعشوا الناس وينعشوا الشعب الان النظام من يخلق الملكيين عرف بلي ما يمكن ليهمش تجاوزوا وما عندهمش شي تكوين حيت ما كونهمش غير ولاد الفقر اش تكون ولاد الفقر واش تعطيه ياكل واش تعطيه يشرب واش تعطيه الماء واش تدخل ليه المعرفه للراس واش تعلم لا ميثودولوجي واش تعلمو الطريقه نتاع البلاغه نتاع القاء الخطابه نتاع التاثير وكيفاش ياثر في الناس ويحيدهم فكره من الدماغ ديالهم ويدخل لهم فكره واحده اخرى هاد الشيء راه عين حنا راه كابرين فيه ومازالو كنسافروا باش نحضروا لي سيمينار كيفاش القضيه تاع السيكولوجي والبسيكولوجي وقلب هذا وحيد هذا وعري هذا ولبس هذا هاد الشيء راه سون دي تكنيك هادو ما كيتقراوش هاد الشيء هذا شتو ابدا يقبضهم شوفوا شحال من عام وطوجني داناش وفعلناش ودار رابور في الجبال وكيعطيهم رابور على الجبال قبيله بقبيله والعادات والتقاليد واي بلاصه دار عليها شي رابور من بعد هذيك البلاصه هي اللي غادي يرحلوها حيت عارفين البيهيفر لو كومبورتومون لا بونسي لا سوسيولوجي لا سيكولوجي نتاع هذوك الناس وديك الارض اللي فيها وكيفاش غيرحلوهم في حين لا توبوغرافي بينات لهم بلي تحت الارض كانت ماشي بارطيه اذا راه خدم ليهم زائد القديم تاع البصري اللي هو كان سميتو وبزاف 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 30 عام تاع الوفاء للدوله وحيدوه
شتوه؟ هل الفيلا بقات وهل الفلوس بقاو؟ عامين غيوقعوا فيها بزاف ديال الحوايج، المراه غتمشي مع شي واحد، الولاد غي يؤديوا الثمن حيت باهم كان ضد المجتمع، وخص ولادو يؤديوا الثمن واحد النهار، اللي كنسموها لا سونكسيون سوسيال، العقاب الاجتماعي، كلهم غيؤديوا الثمن وفي الذريه ديالهم. وراكم شفتوا الخرجه الاخرى نتاع المهداوي، حتى بدا كيدير الريش وكيدخل 10 المليون 12 مليون في الشهر، ها؟ وشكون اللي كيخلصوا؟ ولاد الشعب، باش ينعس الشعب. وخدام، وراه هو اللي قال، وما عمرت وقعت في التاريخ وسمعت شي زندق قالها. قال لك انا الولاء ديالي لمحمد السادس، انا اؤمن بمحمد السادس، محمد السادس هو الله ديالي. مشى بعيد، كتسمى ساكريناج، كتسمى العصيان والعقوق والخروج على المله والدين، وبهدر حتى شي واحد من الائمه والشيوخ، حيت حتى هما ابناء الفقر والعهر، وما عندهم حتى علاقه. وباش تعرفوهم كلهم الفقهاء والشيوخ كلهم جاوا من التعليم، تكونوا في المدارس باش يقراو ولاد الشعب وغادي يقلبوها. سميهم نهاري، سميهم الرمضان، مش هذاك هذاك الرمضاني هذاك في البارطيه، سميهم هذاك بولحيه، ما كنعرفهمش حيت، ولكن كيلعب واحد الدور. هادو كلهم غير رجعوا للفقر ديالهم. وشتي دابا حتى وصل المليون نتاع المشاركين قرب ليها المهداوي، هما يحيدوا لي القناه فيها 2500 فيديو عنده باع طويل في هذا الميدان هذا. ولكن الالهه فعاله لما تريد، هما يشدوا عليه. وشتوه حتى مشى شرى الارض 3 ديال الفدادن ودار لهم البيرميسيون وبدا تيبني ودار لا بيسين. قال لي لا يا حبيبي، غنردوك للفقر ديالك، ما يمكنش تلتحق بالكلوب ديال الاغنياء. شتي كي داروا ليه؟ خلوه في الفقر ديالو، وما بغاش يفهم، وغير يب وغادي غي يضربوا ليه الجيب ديالو والرزق ديالو. وكشتو خرج في الفيديو الاخراني اش قال؟ كيهضر مع مراته وهو يسمعوه الدراري حيت البيت حدا البيت، بمعنى ساكن في الفقر، حيت فقير وغير رجع للفقر ديالو. وقلت لكم بربي ما يخرجش منكم فقير من الفقر، واخا تمشي دير امك للخرجه نتاع الشينوا وتدخل للجنه نتاع الشينوا. عرفتي الجنه نتاع الشينوا فيها غير البديع والطوس وكذا وكذا وكذا، اللي كتسمى لي شينواز، غترجع للفقر. شتي كي داروا ليه؟ وكيهضر مع مراته وعنده جوج ولادو، في ولد وبنت، زعما لو شوا دي غوا، دابا عروبي فقير ولد الفقيه الأعمى بغى يلعب، أها ما قدرش يقري ولادو، مازال في المدرسة نتاع الفلوس. شتي كيرجعوه حباس، هذه مسائل نتاع الأغنياء، هذا البيهيفور ديالنا، هذا الهوية ديالنا، هكا حنا كنعيشو، هذا النمط ديال العيش ديالنا. عندك ما تقول قريتي عندك الماستر في الحبس وواحد برا على الحبس، راك ولو، وردوه للفقر، وكله بغى يرجعوا للفقر. وسمعتوا داك اللي كان مع المخابرات حتى هويا وشاف الماسونيه في مراكش وعاش مع الماسونيه في طنجه وكل شيء، وقالها للمخابرات وداو الحبس وجا كينعس الناس حتى هو في السجن. هادو اه والجمهوريين غضوا النظر، ميكوا عليهم، ما هضروش معاهم، خلاوهم، حيت كيعتقدوا الجمهوريين غيبقاو بوحدهم في الساحه وهم اللي غادي ينعسوا. عرفتي علاش داروها؟ باش علاش انا غادي نكون ملكي بحال طوجني ودوني عامين وبحال واحد كاع كيعبد محمد السادس قال لك هو الله وما قدرش يقري ولادو، تيخلص 9000 درهم تاع الكرا ما قدش عليها، اذن غيطلق داك المحل، ها هما قزموه صغروه. ما نكونش ملكي، اذن نكون جمهوري وبعدا. ونتلاح في الاحضان نتاع العسكر نتاع الجزائر، راه كيتمثل 3000 ديال الاورو ها القضيه هذا. وهذا الشيء كل شيء باش حتى واحد ما غيبان من الاحرار. الاحرار راه كثار، المواطنين كثار، وكيتسناو الساعه، والساعه اتيه لا ريب فيها، اكاد اراها
ولا نتخفوها ولا نتخفوها ولا نتخفوها. إذا إخواني أخواتي، المخزن كيعيش آخر دقات نتاع القلب ديالو وأنا كنسمعها ستيك ستيك ستيك. مشى. إذا تحية لداليا وشكرا للجميع، وبقوا وراء الجدار. والرجل المؤمن ما كيلقيش براسو التهلكة، النظام راه طايح. وأعدوا لهم ما استطعتم على مستوى ديال الفكر وديال الثقافة، وما يغركم شيء شي جمهوري راكم شتوهم، والأيام ديالهم قربات حتى هما. حيت الخيا إلا خنتي إنسان واحد ولكن كتخون شعب أمة، قد هي صعيبة، تمن تكون صعيب وتكون في مشارق الأرض ولا في مغاربها. السوة ديالك، الترمة ديالك غتبان، لأن السوة هي الخرزة، هي التقبة. كانت أول عقاب في الإنسانية في الوقت اللي مشاو آدم وحواء مع الإرادة ومع الأوامر مشاو ضدها، فأراهم الله سوءتهما. هذا يقير ربي اللي قال الشلح، الله يحفظنا. وهذا راه عقاب عليها المخابرات المغربية الفقيرة، واللي ربي لحجدهم من الجنة كيمشيو للخرزة نتاع الإنسان. وهانتوما غادي تشوفوا الجمهوريين كيغتلى بهم الايام واحد واحد واحد. كاين ناس فيهم اللي غيمشيو للسجون في اشهر القادمه. اذا تحيه نضاليه، وما تنساوش تشتركوا في القناه لكي تعم الفائده.